بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على البيرسنت ايونيزيشن اللي هو نسبة التأيون، اللي نفسها بالظبط ايه البيرسنت ديسوسيشن. لما احب اطلع البيرسنت ايونيزيشن نسبة التأيون اعمل ايه؟ بقسم الايونايز ذا اسيد كونسنتريشن ات ايكوليبريم. يعني ايه تركيز الايونايد اسيد اللي هو الاسيد اللي حصل له ايونيزيشن لما وصلنا لمرحلة الايكوليبريم على ايه؟ الانيشال كونسنتريشن اللي هو التركيز اللي بدأنا فيه للأسيد مضروب فين؟ في المية او نسبة ايه؟ مئوية. طب لما يجيب عندي بقى هنا هو مثلا عندي HA عندي اني أسيد، اني أسيد عندي طلع لي ايه؟ بوزيتيف اين وطلعت ايه؟ نيجاتيف اين. لما احب اجيب لهم البيرسنت ايونيزيشن بتساوي ايه؟ اروح اقسم هنا هو ادى الايونايزد اسيد، ادى الايونايزد اسيد كونسنتريشن، اجيب التركيز ده واحطه هنا على الانيشال كونسنتريشن تركيز ال اتش اي اني اسيد واقسمه عليه في المية. طيب تعال شوف السؤال ده بسيط، بيقول لي ايه؟ كالكوليت بيرسنت ايونيزيشن اوف كذا اللي هي الكونسنتريشن ده الانيشال concentration having HA with the concentration لما وصلنا مرحلة الإيكوليبريم اللي هو الأيونايزد أسيد. سهلة جدا، تعال حط هنا الـ P بتساوي إيه؟ الـ H positive ion اللي حصل له إيه؟ أيونايزد وده الـ initial concentration في المية، ونحط قيمنا على قيمة الـ H positive ion وده الـ initial concentration في المية، يطلع لي كام؟ 11. يبقى ده هو عبارة عن إيه؟ الـ percent ionization. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. calculate the pH of مدين الconcentration لل HF solution وعايز طلع كمان ايه الionization او اللي هو ال percent ionization، مدين الرياكشن ده ومديني ال KA. في الحقيقة السؤال ده احنا حلناه قبل كده وهمشي فيه بسرعة، لكن بس زيادة في الionization وهي only one step. هنمشي مع بعض في السؤال ده ايه بسرعة شوية، امشوا معي. اول حاجه احنا ايه حطينا ايه ال KA الكونسنتريشن للبرودكتس عندي اللي هو ال HO3 الايون الهيدرونيوم ايون البوزيتيف ايون هنا هو في ال F النيجاتيف ايون على الكونسنتريشن لل HF. نزلنا الرياكشن، طلعنا الانيشال كونسنتريشن، طلعنا التشينج، طلعنا الايكوليبريم، طلعنا قيمنا الاكس والاكس، نحط ايه نعوض عن القيمه عندي ال KA. ال KA بتساوي ايه؟ ادي اكس وده اكس، هنمشي بسرعه بنقول بتساوي كده، هنطبق ايه الاكس ابروكسيميشن، هنشيل قيمه الاكس عندي اوت تساوي ايه الكي اي، نبدا نطلع القيم عندي ونطلع الاكس سكوير، الاكس سكوير بيضرب الرقم ده في الرقم ده، ونطلع بعد كده السكوير روت الجذر التربيعي، هنطلع في الاخر ايه قيمه اكس. بعد ما طلعنا هنعمل تيست الابروكسيميشن، هنشوف قيمه القيمه ديت هل اقدر اشيل الاكس ولا ما اقدرش، هل عملها كنسليشن ولا ما عملش. عرفنا بنعملها ازاي، بنقسم على الانيشال كونسنتريشن في الميه، طلع له القيمه دي، القيمه دي اقدر اطبق بها الابروكسيميشن، صح اقدر اطبق بها الابروكسيميشن لانها ايه اقل من 5% يبقى ايه الابروكسيميشن از فاليد. نكمل بقى هنا اهوت، يبقى اذا نطلع ايه ال H3 هي نفس القيمه اللي طلعناها، اقدر اطلع ال pH ولا لا؟ اقدر اطلع، قلنا الماينس لوج الهيدرونيوم اين، يبقى ال pH لوج بتساوي كام؟ 1.72. طلعنا القيمه دي، اقدر اطلع ال percent ionization. اقسمها ازاي؟ اخد القيمه اللي عندي اللي طلعتها قيمه الاكس طبعا، واقسمها على الانيشال كونسنتريشن يطلع لي قيمه ايه طبعا، اضربها في الميه يطلع لي قيمه ايه البيرسنت ايونيزيشن اللي هي نسبه التأيون كانت كام؟ 3.8%. تعال نشوف البروبرتيز اوف سولتس، خصائص الاملاح. احنا كنا قلنا ان في عندنا حاجه اسمها اسيد، وفي عندي حاجه اسمها بيز اللي عندي الحمض وعندي قاعده، في عندي حاجه كمان اسمها ايه السولتس الاملاح. طب الملح بيتكون ازاي؟ بيقول لي ان لا سولت از ان ايونيك كومباوند، عباره عن مركب ايوني. ناخد بالنا مركب ايوني اتكون ايه بقى؟ بتفاعل الاسيد مع البيز. يبقى اذا السولت عباره عن تفاعل اسيد مع بيز. طب السولت ده اذا دام في ميه يحصل ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها هيدروليسيس، اسمها التحلل ايه المائي. يبقى اذا التحلل المائي عباره عن رياكشن بتوين ايه سولت اند ووتر. طب التحلل المائي ده الحمض ده ما حددليش هل هو سترونج اسيد ولا ويك اسيد، البيز ده كمان هل هو سترونج بيز ولا ويك بيز.
في عنده انواع هنا هو السولت لما بيحصل له هيدروليسيس في عنده انواع بيطلع. طب تعالوا نشوف اول حاجه السولتس ذا برودوس نيوترال سوليوشنز. الملح اللي بيطلع لي ايه؟ نيوترال سوليوشنز، المحاليل اللي هي ايه؟ المتعادله. لو عندي هنا هو سترونج بيز او الكاتاين من السترونج بيز زي البوتاسيوم زي الصوديوم البوزيتيف اي مع الانين من سترونج اسيد زي NO3 نيجاتيف اي SO4 2 بوزيتيف اي 2 نيجاتيف اي بتعمل ايه؟ ما لهمش هيدروليسيس، ما بيدوبوش في الميه، يبقى زي في الحاله ديت ايه بيطلعوا لي نيوترال سوليوشنز. يبقى زي سترونج بيز مع سترونج اسيد بيطلعوا لي نيوترال سوليوشن. تعالوا شوف بقى السولتس ذا برودوس بيسك سوليوشنز. لو انا عايز اطلع بيسك سوليوشن ايه الاملاح؟ بيقول لي كاتاين من ايه بقى؟ سترونج بيز، يبقى كاتاين من سترونج بيز مع انين من الويك اسيد، يبقى الاتحاد السترونج بيز مع الويك اسيد بيطلع لي بيسك سوليوشن. نعرفه من السترونج بيز، اذا كان سترونج بيز يبقى ده بيسك سوليوشن. زي كده لو عندي مثلا هنا اهوت قاعده الرياكشن ديت، وعندي هنا وقت الرياكشن حصل له هيدروليسيس وطلع لي ايه الايكويشن دي. لو حبيت اطلع الكي بي لهم اطلع الكي بي ازاي؟ سهله، كنا قلنا ايه ده الكونسنتريشن للبرودكتس عندي مع الـ OH نيجاتيف اين على الكونسنتريشن اللي احنا ايه بدانا فيه للرياكتانتس بيطلع لي القيمه دي. طب اطلع ازاي بقى البيرسنت اوف هيدروليسيس؟ زي ما احنا كنا خدنا من شويه اطلع البيرسنت اوف هيدروليسيس ازاي؟ كنا خدنا البيرسنت ايونيزيشن نفسها تقريبا الهيدروليسيس بتساوي الاتش بوزيتيف اين الهيدرولايزد اللي حصل له هيدرولايزد على الاتش اي اني اسيد انيشال كونسنتريشن فين؟ في المي. تعالوا نشوف السولت ذات برودوس اسيد سوليوشنز، الاملاح اللي بتطلع لي ايه؟ المحاليل الحمضيه. بيقول لي ان ويك بيز مع سترونج اسيد، ناخد بالنا سترونج اسيد هيطلع لي ايه؟ اسيد سوليوشنز. يبقى اذا كان الاسيد هو السترونج هيطلع لي اسيد سوليوشنز. زي ايه؟ المركبات اللي احنا كنا قلناها قبل كده، امثله الويك بيز والسترونج اسيد. اول ستيب بيحصل ايه؟ ايونيزيشن، بيطلع لي الايونايزد تلاقي NH4 بوزيتيف ايون مع Cl نيجاتيف ايون، بحصل لها بعد كده هيدروليسيس بتتحلل مائيا في الميه بيطلع لي ايه؟ ال NH3 اكواس بيطلع لي الهيدرونيوم ايون بوزيتيف ايون. عندي هنا وقت ال NH4 بوزيتيف ايون اكواس بيطلع لي NH3 اكواس مع ال H بوزيتيف ايون. اذا حبيت اجيب ال Ka لهم عارفين بنجيبها ازاي؟ هنا وقت ال Ka بتساوي ال NH3 دول اللي هم البرودكتس في الكونسنتريشن لل H بوزيتيف ايون على الكونسنتريشن لل NH4 بوزيتيف ايون يطلع لي ايه ال Ka. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي كالكوليت ذا بي اتش، مدين الكونسنتريشن ده لسوليوشن الصوديوم اسيتيت. عايز يحسب البي اتش اول حاجه، وعايز كمان وات از بيرسنت اوف ايه هيدروليسيس، عايز يحسب كمان نسبه التحلل المائي الهيدروليسيس. طيب في الحقيقة الرياكشن ده هيتم على تو ستيبس، على مرحلتين. أول واحدة هيحصل إيه؟ هيحصل كومبليت ديسوسيشن لـ CH3COONA عشان يطلع لي البوزيتيف أين ويطلع لي النيجاتيف أين. بعد كده النيجاتيف أين يحصل له إيه؟ يكون هو الكونجوجيت بيز اللي هو القاعدة المرافقة مين؟ للحمض اللي هيتكون اللي هيبقى إيه؟ الأسيتيك أسيد. عشان كده بيحصل ايه؟ رياكت مع سام اوف ووتر من جزء من الميه ويطلع لي ايه؟ اللي هو ال CH3COH اللي هو الاسيد الاسيتيك اسيد، ويطلع لي ال OH ايه؟ نيجاتيف اي. تعال نشوف هنا بنحل، تعال نشوف هنا بنحل. اول حاجه ستيب نمبر 1 اللي هو ايه؟ الكومبليت ديسوسيشن للصوديوم اسيتيت. ادي عند الرياكشن عامل كده، ادي الصوديوم اسيتيت اكويس يحصل له complete dissociation يطلع لي ايه البوزيتيف اين ويطلع لي ايه النيجاتيف اين. طب تعال فاكرين لما كنا بنعمل ايه؟ بنطلع ال initial concentration وبنطلع ال change لما يبدا التفاعل وبنطلع ايه ال concentration at equilibrium ساعه ما يحصل ايه اتزان. تعال نحط اول حاجه، لما بدأنا الرياكشن كان الـ initial concentration كام للصوديوم أسيتيت؟ كان القيمة البدائية اللي هي 0.15، ما كانش لسه تكون عند صوديوم positive ion، ما كانش عند تكون negative ion.
بدأ الرياكشن وبدأ يحصل ايه التشينج، نقص ايه الصوديوم اسيتيت بمقدار كام القيمه دي، وبدأ يتكون عندي الصوديوم ان ايه ال ان ايه بوزيتيف اين، وبدأ يتكون عندي ايه النيجاتيف اين. طبعا الكلام ده عارفينه بس بنأكد ايه مره تانية عشان اللي ما فهمش يقدر ايه يتابع معانا. بعد ما حصل ايكوليبريم بقى، بعد ما حصل اتزان، حصل ايه ان هنا بقت زيرو وتكون عندي ايه ال ان ايه، وتكون عندي كمان ايه CH3COO نيجاتيف اين. نيجي بعد كده للستيب نمبر 2، هناخد الاخر اللي هو الفاينل كونسنتريشن، هيبقى عندي هو ايه انيشال كونسنتريشن. يبقى هيحصل ايه ان الاسيتيت هيحصل عمليه ايه تفاعل مع الميه، ويبقى عند الفاينل كونسنتريشن اللي احنا طلعناه هو اللي هنبتدي بيه از انيشال ايه كونسنتريشن. تعال نشوف الرياكشن هنا، ده اخر حاجه كنا طلعنا في الرياكشن اللي فات CH3COO نيجاتيف اين، هيحصل له عمليه رياكت مع الووتر ويطلع لي الاسيتيك اسيد مع الاو اتش اي نيجاتيف اين. فاكرين لما كنا عملنا التيبل؟ هنعمل التيبل هنا كمان، هنطلع الانيشال كونسنتريشن ونطلع التشينج ونطلع ايه الايكوليبريم الكونسنتريشن ات ايكوليبريم. اول واحده كان عندنا ايه الانيشال، كنا بادئين بكام اللي هو هناك اخر حاجه في الرياكشن اللي فات، كان الكام اللي هي 0.815 لل CH3COO نيجاتيف اين، ولسه ما تكونش عند اي اسيتيك اسيد، ولسه ما تكونش عند ايه او اتش نيجاتيف اين. طب لما بدا يحصل الرياكشن وحصل التشينج، نقص بمقدار ايه اكس، وهنا زاد بمقدار اكس، وهنا زاد بمقدار اكس اللي المجهول اللي هنطلعها. At equilibrium لما حصل بقى اتزان، كان ايه الفاليو ديت والفاليو لل CH3COH ديت والOH نيجاتيف اين ديت. نبدأ نشتغل على القيم الموجودة عندي دي ونطلع ايه الKB. الKB عندي بتساوي ايه الconcentration للproducts اللي هو ده على الconcentration لمين لده. تعال نحط قيمين زي ما احنا متعلمين، زي ما احنا عارفين، خلاص الموضوع بالنسبه لنا ايه سهل، يعني ممكن ما اكملهاش او نكملها مع بعض مش مشكله. ادي الكي بي عندي نوات هيديها لنا او نقدر نطلعها من التيبل، بتساوي ايه دي قيمتها طبعا اكس ودي قيمتها اكس، يبقى ايه اكس سكوير، وقيمه السي اتش 3 سي او او نيجاتيف اين اهيت احطها مكانها. وتعالوا نطلع، بس قبل ما نطلع ناخد بالنا قلنا ان بنعمل ايه ابروكسيميشن، بما ان قيمة ال KB اقل كتير جدا 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 من ال 1، في الحالة ديت ال XA هتبقى قيمتها cancelled، you can cancel، لان قيمتها تبقى مهملة جدا او قليلة جدا جدا بالنسبة لايه لل initial concentration. بعد ما شلنا قيمة ال X هنلاقي ان في الاخر عندي 5.6 multiply كام 10 power minus 10 في 10 أس ناقص 10 بتساوي كام X سكوير على القيمة من غير ال X. هنطلع ال X سكوير بره هنا هوت، يبقى عندي كام X سكوير بيساوي الرقم ده بعد ما ضربنا الرقمين دول في بعض، قلنا هنجيب بعد كده ايه ال square root، هنجيب الجذر التربيع للطرفين، يبقى اذا عندي ال X بتساوي كام، بتساوي القيمة ديت اللي طلعت في الاخر. طب اذا انا طلعت قيمة الاكس، اطلع ايه نفسها هي قيمة ايه ال OH نيجاتيف اين، يبقى اذا انا عندي قيمة ايه ال OH نيجاتيف اين الوقت، اقدر اطلع بعد كده ايه ال POH، صح ال POH بتساوي ايه ماينس لوج، يبقى اذا ال POH عندي بتساوي ماينس لوج القيمة اللي انا طلعتها اللي هي ايه ال OH او الكونسنتريشن لل OH، هتطلع كام؟ طلعت لي كده اهوت ال POH بتساوي كام 5.04. نحاول نتابع مع بعض ونتاكد من الارقام، انا عايزكم انتم بنفسكم تحلوا معايا. بعد ما طلعنا قيمه ال POH اقدر اطلع كمان ايه ال PH، لانه طالب في المساله ال PH، هنطرحها من كام من 14، يبقى اذا ال PH بتساوي كام 14 - 5.04 يطلع لي قيمه ال PH اللي هتكون 8.96. ده أول حاجة هو طالب. طالب إيه كمان؟ الـ percent hydrolysis. فاكرين كان بتساوي إيه؟ الـ percent hydrolysis بتساوي الـ concentration للـ OH negative ion اللي إحنا طلعناه الـ hydrolyzed على الـ initial concentration اللي إحنا كنا بدأنا فيه في المية. تعال نحط قيمنا، إحنا عندنا الـ OH negative ion لو حصل له hydrolyzed، وكمان عندنا الـ initial concentration اللي كنا بدأنا بيه. هنحط قيمنا، يبقى اذا القيمه ديت ل 9.2 ملتبلاي 10 باور ماينس 6 ام على 0.15 ام في الميه،
نجيب الكالكوليتر ونحسبها. روح هاتوا الكالكوليتر واحسبوا معايا، انا عايزكم بنفسكم تحلوا، انا عايزكم بنفسكم تمسكوا الكالكوليتر وتغلطوا وتحلوا عشان يطلع لي اجابات صحيحه. المفروض تطلع معانا كام؟ اذا حسبنا صح هتطلع لي كده. طبعا نمشي من اول مساله ونحل فيها لحد ما نوصل الى الاجابه الصحيحه اللي هي البيرسنت هايدروليزم. تعالوا نشوف سمري سريع على السولتس. بيقول لي في السمري ده، بيقول لي اذا كانت قيمه الكي بي اكبر من قيمه الكي اي يبقى في حاله السوليوشن ايه؟ بيزز. طب ليه؟ لان بنلاقي ان الانين ويل هايدروليز، بيحصل له هايدروليزيشن هايدروليزد rather than، بيحصل له ايه؟ هايدروليز بدل من الكاتاين، وطلع لي مور او اتش، بيطلع لي او اتش كتير اللي هو ايه؟ او اتش نيجاتيف اين. طب اذا حصل بقى العكس وكانت الكي بي اقل من الكي اي يبقى في حاله السوليوشن ايه؟ اسيدك. طب ليه؟ لان بنلاقي ان الكاتاين ويل هايدروليز، بيحصل له هايدروليز بدل من الانين، وفي الحاله دي طلع لي ايه؟ مور اتش اي بوزيتيف اين. طب اذا حصل الاثنين تساوي يبقى في الحاله ديت ايه؟ الكي بي تقريبا نفس قيمه ايه؟ الكي اي، يبقى السوليوشن ايه؟ نيوترال، متعادل. في نهايه الشابتر 15 اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا معايا، واللي ما فهمش اي جزء يرجع للفيديوهات السابقه عشان يفهمها. والسلام عليكم ورحمه الله.